اتغير والحب منه راح والضمير اتغير. ايه اللي جرى خلى النفس تتغير والحب منه راح والضمير اتغير وفي نظري كان كبير ما كانش صغير. ايه اللي جرى يا عين خلى النفس تتغير والحب من راح والضمير اتغير وده كان في نظري كبير ما كانش في يوم تصغير ولا كانش عشمي يا دنيا كل ده يجرى. نسي الوداد والمحبة ليه واللي كان بينا. ايه اللي عملته عشان كل ده يجرى. باعي الحنان وحط حاجز ليه ما بينا. صباح العزول يسمع وعنا بقى يجرى وهو عارف ايه اللي كان في يوم بينا. راح فين الحنان وراح فين الامان والعقل. راح فين الحنان وراح فين الامان والعقل. وكنت اقول عليه ده كبير العقل وكنت اسمع نصيحته بالرضا وبالعقل. ما هو قليل العقل لازم نفسه تتغير. الحريم ايه لمهم حواليك وسبت نفسك لهم وجمعتهم حواليك وجبت ضرة لمراتك وعاشوا الاتنين حواليك. عامل لي نفسك سبع وانت اساسك فار. دول عايشوك في غم ونكد والدم منك فار وجسمك خلاص انسلى والعقل منك طار. ازاي هتعيش في الدار والمرار حواليك. تحية غالية عشان الله احمد كمال وحمادة ابو زيد كل بياعين الكسر وكل تجار الكسر حلوان وانا حلوان حاج سعيد ابو سنة ابو مجد حاج احمد الشيخ وكل ضيوفنا. تحية عشان سيميلا كفر الشيخ الحاج يحيى مراد وضياء مراد وتجار السيارات والحاج سمير عبد الحي المحلة وادبها. تحية الاستاذ ابراهيم عصران تحية الحاج خلف البداري تحية باشمهندس باسل تحية الاستاذ هاني استاذ ياسر مصطفى. رح تاخدوا ايه يا حريم من الذل في الراجل ده. مفيش مرة على الارض تعيش بدون راجل. مين اللي قال ظل حيطة احسن من ظل الراجل. عايشين على امثال لا تقدم ولا تأخر زي كلام الناس اهو لا يقدم ولا يأخر. ما هو دايما عقول الحريم بالطبع بتأخر وعمر اللي بتأخر ما تعمل من رجال راجل.